فأنا قلت على لسان أحد مؤيدي سهرته الفترة التامة لسهرته، حتى ولو مت أو انهرت الحاكم هو ومين غيره، مين يملك في الحكم مهرته الفترة التامة لسهرته. الفترة التامنة دي مضمونة والفترة التاسعة دي مأمونة. مين انتوا عشان تنتخبونا وتقولوا بدلتوا وغيرتوا الفترة التامنة لسهرته؟ متأني في جميع خطواته وتاريخي في جميع خطاباته، والشعر المنتوف من باطه أطيب من العنبر لطهرته، والفترة التامنة لسهرته. متأني مش لاجل غبائه، بالعكس ده معروف بذكائه ونزاهته، هو وأبناؤه معروفة حتى انشهرته، والفترة التامنة لسهرته. ازاي هنفرط وجلالته قاعد علشان ينهي رسالته، والغاية ما تشوفوا ريالته وتكونوا كشعب اتحضرتوا الفترة التامنة لسهر. أشكرك جدا يا جمال. ألف ألف. وأشكر سهرته.